السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة فيديو، يعني ما تأخرناش عليكم، كان عندنا أول امبارح كان فيديو عن كبة تاتش الزانوكي، النهاردة عندنا فيديو جديد برضو عن كبة اختراع بجد. تراكوة دايما بيبهرونا وبيعملوا لنا شغل حلو أوي. النهاردة عندنا كبة جديدة خالص، أول مرة تنزل السوق، عملوا لنا حاجة 2 في 1 كده، أنا متأكد إنها تعجبكم. طبعا الفترة اللي فاتت كان في كلام كتير على موضوع كبة الضغط اليدوي، وانها عمالة بتغلى كل شوية كل شوية تغلى، لحد ما وصلت النهاردة ل 125 جنيه، وانا شايف انها ما تستاهلش الكلام ده خالص، هي كلها بلاستيك يعني. النهاردة التراكو عاملين لنا مفاجأة كده، عاملين لنا كبة ستانلي، موتور ستانلي ستيل، وملف نحاس، حلة ستانلي ستيل برضو، وبتعمل لحمة، و900 واط. كل الكلام ده هنقوله في الفيديو، بس كمان عاملين لنا كبة ضغط معاها، يعني الكبة الضغط على الحلة الستانلس ستيل وشفرات الستانلس، محطوطة كمان مع الجزء بتاع اللحمة والكبة الموتور الكهرباء. هنتكلم كل الكلام ده كله ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس للأول مرة يشوفنا، واللي متابعنا على طول لايك وكومنت تحفيزي كده، وقولوا لنا ايه رأيكم في الكبة، وان شاء الله هنكون عندكم كل يومين كل 3 هتلاقونا عندكم على طول بكل جديد ان شاء الله. عايزين نفجر الفيديو ده لايكات يا جماعة، عايزين نطلع الفيديو ده فوق خالص، ويلا بينا نبدأ الفيديو. كبة النهاردة ان شاء الله انا واثق 1000000% انها هتعجبكم. طبعا زي ما قلنا في المقدمه ان الاتراك عاملين لنا شغل حلو قوي يعني، وجايبين اللي في دماغنا، يعني احنا اللي بنفكر فيه هما بينفذوه، زي الصينيين بالظبط ابتدوا يستخدموا منهج الصين في ان هما يجيبوا لنا الحاجه اللي احنا بنفكر فيها. تعالوا مع بعض نتفرج ونستعرض الكبه الجديده النهارده التركي. دي كبه لسه اول مره هنفتحها اهو نتفرج مع... هي طبعا بتنزل منها الوان كتير، دي لونها موف. طبعا ده الموتور اللي كان موجود في الكبه الستانلس ستيل 900 واط، وده موتور من الستانلس ستيل، وطبعا زي ما اتعلمنا الترس من الستانلس ستيل، واكيد العمود من الستانلس ستيل، ودول الثلاث سرعات بتوعها شرحناهم في فيديوهات قبل كده. طبعا ده هنا ده الغطاء الاكليريك بالجوان طبعا برضو عشان تسريب السوائل، نفس الكلام. هنا بقى الأسلحة، وده الجوان نقول عليه دلوقتي بيعمل ايه. طبعا دي الأسلحة 4 أسلحة متفرقة يعني عشان تلم كل الموجود جوه الحلة. وعندنا كمان دي الحلة الستانلس ستيل، هما بيبقوا كاتبين عليها 3 لتر، لكن هي ممكن 2 لتر ولا حاجة، أو لتر ونص حاجة زي كده. طبعا الجوان ده زي ما احنا عارفين بيركب تحت هنا عشان الكبة ما تتزحلقش من على الرخامة. ده السلاح طبعا عشان يلف لازم يركب له فوق الموتور، يعني هو دي بتركب الغطا بيركب عليها كده، والموتور بيركب هنا. ده الشكل المعتاد والتقليدي بتاعنا للكبة، لكن الجديد هنا في الكبة دي بقى ان ممكن لو انت حضرتك مثلا لو النور قطع ولا حاجة، ممكن حضرتك هتشيل دي وهنركب لها الضغط اليدوي بتاعتها، برضو الضغط اليدوي دي الجديدة بقى. ده الجديد في الكبة، ان هي بيجي معاها الجهاز بتاع الضغط اليدوي ده، زي الكبة الضغط زي ما قلنا كبة الضغط العادية البلاستيك، الجهاز الضغط بيركب، وزي نفس الفكرة بتاعت الضغط اليدوي العادي خالص، نفس الكلام برضو ايه، تشتغل ضغط لو حضرتك حابة تشغليها بسرعة ضغط ومفيش جنب الكهرباء او حاجة، ممكن تشتغل ضغط عادي جدا. عايزين هنشغلها كهرباء، هنفك دي وهنركب الموتور بتاعها. زي ما قلنا الموتور 900 واط، بيعمل لحمه وبيعمل كل انواع الخضار والبصل. طبعا دي طبعا من الستانلس طبعا عشان ضد الكسر، طبعا لو في حاجه ما تقعش وتتكسر والكلام ده كله، طبعا دي هتفيدنا كتير في الموضوع ده. الحله من الستانلس ستيل 304 طبعا، يعني ستانلس ستيل نقي جدا ضد الصدى. طبعا الناس اللي بتتفرج علينا من خارج القناة او مش مشتركين معانا، اشتركوا يا جماعة معانا، احنا بنتعب جدا في الفيديوهات دي والله عشان نجيب لكم كل جديد يعني. فياريت الاشتراك وتفعيل الجرس
واللي مشتركين معانا واللي موجودين معانا من زمان، تعليقاتكم الجميلة نشوفها برضو على الفيديو، واللايك طبعا ما تنسوش اللايك، عايزين نفجر الفيديو لايكات وكده. دي الكبة الجديدة اللي قلنا عليها، كبة اللحمة والخضار زائد 2 في 1، الضغط والكهرباء بيشتغلوا الاتنين مع بعض. تمام، وكده يكون الفيديو بتاعنا وصل لنهايته، وشاكرين على حسن مشاهدتكم واستماعكم لينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.